alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al khair. Ahlan wa sahlan bikum ya ikhwan fi hadal mahad al arabi. Ana Muhammad Asifuddin. Ta'allamtu fi dar al ulum li nadwati al ulama Lucknow. Ana tilmid li shaykh al doktor al allama Abu al Hasan Ali al Hasani al Nadwi rahimahullahu ta'ala. Wa ana khirij aidan من جامعة دار العلوم ديوبند وأنا أكملت الإفتاء وأيضا وبعد ذلك التحقت إفلو يونيفرسيتي وأيضا أكملت ماجستير في اللغة العربية وبعد ذلك أنشأت هذا المعهد العربي المثالي الذي يعلم الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية ويريدون الشغل في الدول العربية الحمد لله حتى الآن أكثر من 300 طلاب تعلموا اللغة العربية الحمد لله هذا المعهد يوفر للطلاب الدراسات من الصباح إلى المساء وأيضا لدينا دراسات في عطلات الأسبوع ونحن نرجو من الطلاب أن يستفيدوا بهذا المعهد ولدينا موقع www.learnarabic.in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.